تبتدي خطواتنا الأولى من هنا ترتقي درجاتنا أعلى نكتب التاريخ في ورقات ننشر الإحسان والخيرات نبتغي سبل النجاة نمشي على نهج الهدى فديننا دين الحياة وحياتنا حياتنا ورقات ما زلت أقرأ وأسمع عن الناجحين أفتش في أسباب تفوقهم فوجدت أنهم بين ثلاثة أشياء عمل دؤوب وصبر جميل وقليل دائم ومزيج الثلاثة هو إخلاصهم لا غش ولا وقت يضيع ولا جهد يكون هباء فقط إخلاص كالذهب. كل إنسان ناجح في عمله بعد توفيق الله تعالى بسبب الإخلاص، هو مخلص بعمله وحاب العمل. احنا نتمنى الناس انها تحب اعمالها، يحب المكتب اللي جالس عليه. انا ادري ان بعض الناس يمكن في استفتاء راي ان ما يحبوا العمل وما هم مرتاحين من اعمالهم الا الاعمال الحره، اللي شغال بزنس ولا شغال يعني بجهد يد. انت ما تخلص في عملك الله تعالى سيجازيك ويكافئك، بل جاء في الحديث قال عليه الصلاه والسلام ان الله يحب من احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه. ثانيا الله يبارك لك في مالك، تحسن معاشك حلال، حلل معاشك، خلص في عملك. بعض الناس ماسك التليفون ويلعب التليفون، وفي مراجعين بالدور مسك التليفون وتشكك بالتليفون يلعب التليفون، طيب في ناس واقفه هذا ما يليق. اخلص في عملك تكون من الذين بويرك لهم في هذا العمل وتكون قدوه حسنه حتى قدام عيالك، وتحس ان معاشك حلال، حلل معاشك واطيب مطعمك تكون مجاب الدعوه. حياتنا حياتنا ورقاء. أعظم شيء يفعل الإنسان خاصة في حياتنا الدنيا، لله تعالى جعلنا نستعمل الأرض، نستعملها بماذا؟ بإخلاصنا في أعمالنا. إخلاصك في عملك دلالة على أنك أنت فعلا رجل جعل الله تعالى النور في قلبك وجعل في طريقك الخير، ستوفق في الدنيا والآخرة. أي عمل لن يقبل، أي عمل سواء كان حج عمرة صيام قيام، إلا بشرطين اثنين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد قال الله تعالى حديث قدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الإخلاص في عملك بينك وبين الله تعالى هذا أنا ما راح أتكلم عنه، أنا بتكلم عن الإخلاص الآخر اللي هو إخلاصنا في أعمالنا، في وظائفنا الحكومية، في القسم اللي أديناه، إذا كنت طبيب، إذا كنت معلم، إذا كنت مهني. يا أخي إحنا ساعات سياراتنا وديرة صناعية، تطلع سيارة والله ما فيها شيء من العطورات، مسروق منها شغلات كثيرة جدا، بل بعض الناس يدخل المستشفى يسوي زايدة، ما طالع من المستشفى صار يجي منها كلية. أنا سمعت كلام هذا والأسف دلالة على إيش؟ ما عاد في إخلاص في عمل. سيارتك ما توديها عند صاحب الجراج تقول شو صلح اللي فيها، ترى شيء بسيط بس هو يكبر الأمر ويبي يأخذ منك وينصب عليك. كم جنى منك من أموال يمكن يعالج ويعالج عياله بكل أموال أخلها من حرام، وبعض الناس يدعي عليه يقول عساها ما تكفي علاجه وعلاج عياله. لا تجعل الناس تدعو عليك، اجعل عملك لله تعالى. أنت ما تخلص في عملك راح تحس ان مالك انه حلال، والله العظيم لما تبدع وتتفانى في عملك وتخلص في عملك لوجه الله تعالى. اخدم القريب والبعيد، اخدم الكل، اخدم المواطن وغير المواطن، اخدم الناس الفقراء بالذات اللي ما لهم احد الا الله، ومن كان الله له هذا هو الغني. واحد يقول انا والله مالي الا الله تعالى، هنيئا لك، اذا مالك الا الله تعالى انت اغنى الناس، من كان الله معه. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. امر عظيم. عندنا للاسف بعض الناس ما يبدع في عمله. عمله ما في شيء من الروحانيه، ما في شيء من الاخلاص. يدل على ان الانسان ما بقولنا فاشل، انسان يؤدي اداء واجب، فرق بين الاخلاص واداء الواجب. تؤدي الواجب اللي عليك بس في اخلاص.
حتى المرأة لما تطبخ يقولك طبخ فيه نفس. الواحد لما تحس انه يخطئ يخطب الجمعة، خطيب يطلع الخطبة من قلبه. بعض الخطباء عندنا الله يرحم الحال، لا 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 خلاص اقول قولي هذا، ما فهمنا شيء والله ما فهمنا شيء. خطيب اداء واجب. بعض الناس لما يصلي صلاة تحس انها ما فيها من الروحانية، اداء واجب. ساعات تروح مثال مضيف يقدم لك الماي، اداء واجب، ما في تفاني في العمل، اخلاص. الطبيب، الممرض، كل واحد فينا في عمله. انت وين موظف؟ شنو وظيفتك؟ تخلص في عملك تؤدي الواجب عليك ومع زيادات، وتخلص العمل لله تعالى من اجل كسب الحلال تطعم عيالك. انما نطعمكم لوجه الله تعالى. احنا عندنا للاسف في من الامور اللي صارت في مجتمعاتنا صار غش للاسف في اعمال اللي ما في خلاص. غش في المحسوبيات الواسطات، وظفوا ناس وحطوا ناس ما في خلاص في العمل، لان اصلا ما يعرف شنو عمله. لكن اخلص في عملي، انتظر الجزاء من الذي يكافئه الله تعالى. احنا عندنا اشكاليات، ان للاسف اصبح الان العمل قليل من يخلص فيه. حتى اللي يصبغ البيت، الدهان، الصباغ، اللي يبني، المقاول، ما صار فيه خلاص. يا اخوان عفوا، مع احترام الجميع، من يتقن في عمله؟ من يخلص في عمله؟ كل اعمالنا من نصحى من النوم ونمشي في طرقاتنا، اللي يعدل الطريق ويسوي الطريق لازم يخلص في عمله. ما يصير في دمار في البلد، البلد تدمرت لأن ما في خلاص في أعمالنا. اللي سوى الإضاءات في الشوارع، اللي سوى زفلت تبع الشارع، اللي حتى الله عزكم اللي ينظف في الشارع القمامة، ما صار في إخلاص في العمل، صار في نظام تسول حديث. لازم نخلص في أعمالنا، واعلم أنك أنت مأجور، الله سيجازيك، مو الوزارة بتعطيك، الله تعالى سيجازيك. هم يعطونك على أداء الواجب عليك، والله سيجازيك على إخلاصك وتفنك في العمل. معلمينا ومعلماتنا، عيالنا ترى أمانة في عناقكم، بناتنا ترى أمانة في عنقك، بنتي ترى عندك مدرستك، وانتي المعلمة بنتي ترى مدرستك انتي، ولدي عندك في مدرستك انت أيضا، خاف الله تعالى في عيالنا. انتي كممرضة ترى بنتي أمانة عندك، ولدي أمانة في عنقك يا الطبيب. لازم نخلص في أعمالنا. تخيل بنتك عند المعلمة الفلانية، تتمنى أنها تعاملها بإيش؟ تستغلها. ولدك ما هو مؤمن في النادي ولا مؤمن عند المعلم، ما تتمنى أحد يستغل عيالك، خاف الله تعالى. يقولون يعني من طق باب الناس طقوا بابه، وإذا كان بيتك من قزاز لا تربي الناس بالحجارة. إن لله عبادا عقلوا، فلما عقلوا عملوا، فلما عملوا أخلصوا، فاستدعوهما الإخلاص إلى أبواب البر أجمع، لأن النصح الذي لا إخلاص فيه هو بذر عقيم لا ينبت، وإن نبت كان رياء كأصله. من هنا تبتدي خطواتنا الأولى، من هنا ترتقي درجاتنا أعلى، نكتب التاريخ في ورقات. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.